أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستجابة للطلبات المقدمة إليها من المواطنين الراغبين في تعديل أماكن مراكز الاقتراع المحددة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضحت الهيئة أنه تم حل ما يزيد عن 5000 شكوى بعد التحقيق فيها بالكامل، وذلك في إطار حرصها على التيسير على الناخبين خلال العملية الانتخابية، مضيفة أن قاعدة البيانات المحدثة تتضمن الاستجابة لجميع طلبات المواطنين المقدمة إلى الهيئة.